كشفت وسائل إعلام تركية الأربعاء عناصر تدعم فرضية الاختفاء القسري للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول أو اغتياله بأيدي فريق جاء من المملكة فيما طلبت خطيبته التركية مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبثت شبكة تلفزيون تركية أول مشاهد من كاميرا فيديو المراقبة تظهر خصوصا دخول خاشقجي والفريق السعودي إلى القنصلية. عند الساعة 3:13 فجرا يوم اختفاء خاشقجي وصلت طائرة من طراز جولف ستريم لإسطنبول، وكانت الطائرة تقل 9 ركاب، وتم هؤلاء الأشخاص إجراءات الجوازات عند الساعة 3:37، هذا قبل دخول خاشقجي القنصلية بساعات. يصل هؤلاء الأشخاص إلى فندق موفنبيك في إسطنبول عند الساعة 5:05 حسب فيديو سربه التلفزيون التركي تي آر تي. بين الساعة 9:40 والساعة 9:55 يغادر هؤلاء الأشخاص الفندق. بعد منتصف النهار ب5 دقائق يدخل هؤلاء الأشخاص مبنى القنصلية. في تمام الساعة 1:14 ظهرا دخل خاشقجي إلى مبنى القنصلية حسب كاميرات المراقبة. عند الساعة 3:08 خرجت سيارتان مسرعتين من مبنى القنصلية. إحدى هذه السيارات توجهت إلى منزل القنصل الذي يبعد 200 مئة من الأمتار من القنصلية، ودخلت إلى الموقف المغلق حسب صحيفة صباح التركية. عند الساعة 5:40 ظهرا غادرت مجموعة أولى مطار اسطنبول على متن طائرات واتجهت نحو القاهرة ثم إلى الرياض حسب صحيفة الجارديان البريطانية. بعدها بساعات وتحديدا عند الساعة 9:00 أقلت سيارات سعودية خاصة الباقين واتجهت نحو دبي ومن هناك إلى الرياض. وهاتان الطائرتان الخاصتان تعودان لشركة سكاي برايم التي تتخذ من الرياض مقرا لها. وتأتي هذه اللقطات من تحليل لقطات 150 كاميرا مراقبة، في حين لم تتضمن أي منها خروج خاشقجي من القنصلية عكس ما روجت له الأخيرة والتي ادعت أنه خرج منها بشكل طبيعي. لم تعد روايات أو حتى مجرد تكهنات، صور من كاميرات أمنية تركية تؤكد وصول مجموعة أمنية سعودية إلى قنصلية بلادهم بإسطنبول، وبينهم طبيب برتبة عقيد متخصص في التشريح والطبابة الشرعية، وذلك بالتزامن مع تواجد جمال في ذات المبنى. تناقضات وتباينات واضحة تظهر في تصريحات المسؤولين في القنصلية السعودية، والصحف التركية تبني على هذا التباين والخلل في التصريحات السعودية وما لديها من تسريبات، وتوجه اتهاماتها إلى القنصلية السعودية بتنفيذ مخطط مسبق لتصفية جسدية للصحفي جمال. أما القنصلية السعودية تصر على موقفها وأن جمال ليس لديها وقد خرج من القنصلية، لكن دون تقديم إثبات أو دلالات تنافي الرواية التركية المدعومة بصور وفيديوهات. تركيا لن تفتش القنصلية فقط، إنما طلبت تفتيش منزل القنصل أيضا، وهي مصرة على ذلك، وهذا يعني أن لدى الاستخبارات إشارات أو دلائل أن البعثة الدبلوماسية بأكملها في إسطنبول تقف وراء هذه القضية، وهذا ما قد يضر بالعلاقات التركية السعودية إلى أبعد نقطة. على الجانب السياسي تواصل أنقرة هدوءها في التصريحات الرسمية وتتعامل بحذر شديد مع القضية حفاظا على عدم تسييسها ورغبة منها بعدم تحميل ملف الاختفاء هذا تعقيدات سياسية قد تعرقل سير التحقيقات، سيما في ظل تأزم وتوتر العلاقات المترنحة بين البلدين. قد تكون قليلة هي التصريحات والبيانات الرسمية حول ما وصلت إليه التحقيقات التركية، لكن سردية التسريبات الصحفية في الإعلام التركي تتجه إلى نقطة واضحة مفادها أن جمال بحوزة سلطات بلاده، لكن دون التأكيد أو النفي حول حياته من عدمها. أحمد غنام، التلفزيون العربي، من أمام القنصلية السعودية إسطنبول.
الآن إلى ضيوفنا من إسطنبول نستضيف الدكتور برهان كوروغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون. من واشنطن دكتور عماد حرب رئيس دائرة البحوث بالمركز العربي في واشنطن. مرحبا بكما دكتور برهان في إسطنبول. أبدأ معك، المعلومات التي تم الكشف عنها الآن حتى اللحظة سواء من مصادر سياسية أو صحفية أو حتى دبلوماسية مؤدها بشكل مجمل أن فرضية القتلى والتصفية هي الأرجح. بناء على ذلك هل نتوقع أن يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي من قبل السلطات التركية قريبا؟ طبعا أصلا هذا الأمر يعني إلى الآن هناك تسريبات، ولكن طبعا تحقيق الأساسي يتم من خلال السلطات الأمنية التركية بما فيها الشرطة وبما فيها استخبارات. وطبعا لأن السبب طبعا لأن العلاقة متعلقة بقنصلية وهي طبعا يعني تدخل داخل اتفاقية فيان، لذلك طبعا هناك إجراءات رسمية يجب أن تتم حتى تتم التحقيق يعني بعد الإذن من السعودية من السلطات السعودية. لا طبعا سيتم التحقيق داخل القنصلية كذلك. هذا الإذن يعني آخر المعلومات المتوفرة الإذن لم يمنح للسلطات التركية والمحققين للدخول، القنصلية رفضت السماح لهم الدخول. طبعا هذه يعني كذلك أزمة جديدة، ولكن ما زال هناك إجراءات يعني يتم بين البلدين، ليس لحق القنصلية أن تقول هذا. طبعا الأمر يرجع إلى وزارة الخارجية السعودية، يجب أن يعلن من الوزارة في هذا الأمر. طبعا خاصة بعد كشف كل هذه الصور الكاميرات هناك شبهة واضحة جدا، ولا بد أن يتحقق، لأنه السعوديون يدعون أنه لم يخرج منها. يجب أن يثبت أنه هذا خرج عدم خروجه أو خرج منها طبعا، ولكن ليس لديهم أي صورة، بل بالعكس صور التي طيب وزع كلها صور ربما يعني لا يخفى عليك دكتور برهان أنه عدد من المصادر التي اطلعنا عليها تقول بأن فريق التحقيق يمتلك أدلة ملموسة تؤكد فرضية التصفية، ولكن حتى اللحظة لم يتم الكشف عنها. ما دقة أو مصداقية هذا الكلام؟ يعني طبعا أولا كلنا نعرف أن يعني أنتم تحدثتم عن هذا الدخول، نزول طائرتان متزامنتان، وكذلك يعني دخول الناس في القنصلية قبله وبعد ذلك خروجهم بسيارات مغلقة، وكل هذه طبعا نحن ليس لدينا الآن خاشقجي، ويعني كل هذه تدل على أنه يعني تم يعني ترحيله أو يعني القبض عليه أو يعني قسرا أخرج من هذا المكان. وموضوع كذلك هناك يعني تفاصيل أخرى مثل شراء بعض الشنط من قبلهم، وكذلك استعمال هذه الشنط في الترحيل، كلها يعني أدلة لابد أن أول على الأقل القنصل نفسه يجب أن يعني يجيب على هذه الأسئلة، وكذلك عاملين طيب. في القنصلية وكلنا نعرف كذلك أذن طيب. للعاملين الأتراك في القنصلية مجموعة من الأدلة يجب أن توضع مع بعضها. سنتوجه بعد قليل إلى واشنطن للحديث إلى الدكتور عماد حول الدور الذي يتوقع أن تلعبه الولايات المتحدة، ولكن بعد أن نستمع على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه طلب توضيحات بشأن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي من مسؤولين سعوديين على أعلى مستوى، مؤكدا أن الوضع خطير جدا بالنسبة له وللبيت الأبيض. لنستمع لترامب. جمال خاشقجي، هل أنتم قلقون أنه قتل، وهل تحدثتم مع السلطات السعودية؟ نعم بالتأكيد أنا قلق، وفي الحقيقة لقد تحدثنا مع زوجته، لقد أرسلت لنا رسالة ونحن على اتصال معها، ونود دعوتها للبيت الأبيض. هذا وضع سيء ونريد أن نصل إلى أدق تفاصيل القضية. هل تعتقد أنه قتل؟ لا أريد أن أقول هذا، وأمل أنه لم يقتل. هل تحمل الرياض المسؤولية؟ علينا أن نعرف من فعلها، لكن الناس رأوه يدخل إلا أنه لم يخرج، وهذا أمر خطير وأمر بشع. دكتور عماد في واشنطن، هذا ما قاله ترامب. أيضا نائبه بنس قال بأن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في التحقيق من خلال الـ FBI. أسألك إذن ماذا للولايات المتحدة، ماذا لديها تقدمه في هذا التحقيق؟
شكرا سيدي على استضافتي. الولايات المتحدة الكثير من التأثير في هذه المسألة. بالنسبة للتحقيق بحد ذاته لا أعرف بالضبط كيف يمكن لمكتب التحقيق الفيدرالي أن يساهم إذا لم تسمح له السعودية مثلا أو تركيا بالمساهمة في هذا التحقيق. رغم عن ذلك أعتقد أن من مصلحة السعودية أن تقبل بالطلب الأمريكي بالتحقيق، لأن هذا سيبرئ ذمتها إذا كانت بالفعل لم تقم بأي شيء سيء بالنسبة للسيد جمال خاشقجي. بالحقيقة المجتمع السياسي الأمريكي مصدوم من هذه المسألة. أعتقد أن الإدارة ترد على المجتمع السياسي الأمريكي وعلى الصحافة وعلى الضغط الشعبي بالنسبة لمعرفة ماذا يمكن أن يكون قد حصل للسيد خاشقجي، ولهذا الإدارة تقوم بهذه الطلبات. هناك أيضا ضغط من الكونغرس الأمريكي، هناك عدد من السناترز المهمين جدا الذين يطالبوا بأن يجري تحقيق وأن تتدخل الولايات المتحدة في هذه المسألة، لأن إذا كانت السعودية مسؤولة عن مصير خاشقجي فهذا يعني بالنسبة لمثلا سناتر لينزي جرام من كارولينا الجنوبية هذا مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة جدا. قد يكون ربما من المفيد التذكير هنا أن بعض المصادر الأمنية الأمريكية قالت بأنها حصلت على تسجيلات تؤكد سعي المملكة لأشخاص سعوديين، سعي المملكة لاستدراج خاشقجي إلى السعودية لاعتقاله. يعني قد يشكل ذلك مؤشر معين لدى السلطات الأمريكية في التحقيق. بالفعل هذا ما ورد في تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم، وفاده أن بالفعل أن الاستخبارات الأمريكية سجل لها تسجيلات عن قيادات سعودية تتحدث عن هذا الموضوع. حتى الآن لم تؤدي المخابرات الأمريكية لم تدلي بأي تصريح من هذا النوع بالتحديد، ولكن قد يكون لهذه المخابرات دور في هذا التحقيق إذا ما جرى. نحن نفهم أن هناك حساسيات سياسية كثيرة جدا بالنسبة لعلاقة رئيس ترامب مع القيادة السعودية، وقد تكون القيادة الأمريكية هنا إما أنها تخاطر بأن تتدخل في هذه المسألة أو أنها ستفرض نفسها في التدخل في هذه المسألة، لأن المجتمع السياسي هنا في الداخل يطالبها بذلك. طيب عودة للدكتور برهان في إسطنبول، حتى اللحظة يحاول العدد من المتابعين لهذه القضية تفسير ما سمي أو عبر عنه بالنبرة المتحفظة والتصرفات المتحفظة للسلطات التركية والمسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان في التعاطي مع هذا الملف، على عكس الطريقة التي يتم التصرف من خلالها في تركيا. لماذا كل هذا التحفظ وهذه النبرة المتأنية في التعاطي مع المسألة؟ لا، أولا طبعا هو أعلن بشكل صريح أن القنصلية السعودية والسعوديين يجب أن يجيبوا على هذا السؤال وعندهم المسؤولية. هذا يدخل يعني في أضعف الإيمان دكتور غياب خاشقجي. ولكن بالنسبة للتصريحات يعني طبعا كل يعني الآن الطرف التركي يحاول أن يفهم ما هي مدلولات، ما هي تفاصيل، ما هي يعني ما وراء هذا الحدث يعني، ولذلك يعني ما زال البحث مستمر. وطبعا الآن هناك مدعي يعني عين من أجل الحصول على يعني تحقيق في هذا الأمر. يعني في النهاية أمامنا مثلا بالنسبة لهذه الكاميرات طبعا هي يعني أخذ يومين ثلاثة حتى يجمع كل هذه المعلومات. الآن الكل في تركيا يعرف، وكذلك هناك إعلام يعني التركي يعرف أنه الأمر تم من خلال السعوديين، ولكن قبل توجيه اتهام لنقول قطعي من قبل جهة رسمية مثل تركيا أو الجهات الأمنية يجب أن تتم كل تحقيقات. الآن دكتور برهان اسمح لي أن أكون أكثر صراحة معك، اسمح لي أن أكون مباشرا وصريحا. هناك انطباع عام بأنه تركيا تعلم تماما ما الذي حصل ولديها كل التفاصيل والمعلومات، ولكنها تماطل في الكشف عن ذلك وتعلم تماما ما هو مصير خاشقجي.
يعني أولا تركيا كلنا نعرف أن تركيا بينه وبين السعودية مشاكل، ليس هذه مشكلة أخيرة، وتركيا كذلك حذر السعودية عدة مرات للتدخل في شؤونها، مثل دعم بعض الفصائل وبعض القوات الإرهابية في شمال سوريا. لذلك العلاقات بين تركيا والسعودية أصلا متوترة، لذلك تركيا تريد أن تخطو خطوة قوية قبل أن يعلن كل هذه. والكل يعرف أن هذا الأمر لا يمكن كشفها، لا يمكن عفواً تغطيتها أو يعني إخفائها. لذلك تركيا صابرة، أعتقد خلال يوم أو يومين سيعلن اتهام الرسمي بشكل مباشر. طيب واضح. دكتور عماد في واشنطن بناء على ما نعرف من علاقة وثيقة بين يعني. بين واشنطن والسعودية والرياض، هل تعتقد أن لدى الرئيس الأمريكي بالتحديد الرغبة في كشف ملابسات ما الذي حصل، خصوصا إن كان هذا الكشف يورط أو يجرم حليفه في الرياض؟ بالحقيقة سيدي لا أعتقد أن الرئيس ترامب هو بصدد كشف مسؤولية السعودية أو زعماء السعودية قادة السعودية، لأنه على علاقة جيدة بهم وهو يعتبرهم أنهم الحلفاء الأساسيين في الشرق الأوسط بالإضافة إلى إسرائيل بالطبع. لا أعتقد أنه عنده رغبة، ولكن المشكلة بالنسبة إليه هي مشكلة سياسية. إذا لم يضغط على السعوديين لأن يتعاونوا في هذه المسألة فهو سيكون منتقدا في المجتمع السياسي، وخاصة هناك انتخابات نصفية قادمة في مدة أقل من شهر. هذه مسألة سياسية بامتياز، إذا لم يقم بالضغط على السعودية لمعرفة الحقيقة فهو سيلام على ذلك، علما أن هناك انتقادات كثيرة كانت للقيادة السعودية في عدد من الملفات الإقليمية، خاصة ملف اليمن. هناك انتقاد كبير شديد للسعودية والإمارات في ملف اليمن، وإذا كان الرئيس ترامب لن يضغط على السعودية في هذه المسألة فهم سيعتبرون أنه سيمرر ما لا يمرر بالفعل بالحقيقة، وهم يضغطون باتجاه المسألتين. لهذا هو عنده مسألة سياسية يجب عليه أن يتعامل معها، والتعامل معها هي بالضبط بالضغط على السعودية. شكرا جزيلا لك دكتور عماد حرب، رئيس دائرة البحوث في المركز العربي في واشنطن. شكرا أيضا من اسطنبول للدكتور برهان كوروغلو، أستاذ علاقات دولية في جامعة ابن خلدون.